هذه كاس افريقيا احنا نلعبوها حبه حبه، مقابله بمقابله، وشو احنا ناكدوا على حاجه واحده، الرساله اللي وجهوها بالماضي، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من الخبث التحكيمي. الرساله احنا نقولوا لهم كونوا رجال شرفونا البلاد وعاودوا لنا 2019. اوكي نفسها ان شاء الله يكون تحكيم في المستوى، باش دوك كاس افريقيا راه كيما نقولوا اللاعبين في المستوى والمنتخبات كامل في المستوى، تسمى ما يسحقوش لي زاربيت باش يعاونوهم، يخلوها تمشي كيما نقولوا تولي الحظ، وكيما نقولوا اللي تحبوا الكاس راح تروح لعنده كيما نقولوا، باسكو كاع موجودين وعندهم تكتيكات وعندهم مدربين وخاسرين اموال. ماذا بينا نشوفوا كره نزيهه، ما نشوفوش كيما نقولوا انحياز لفرقه معينه. ان شاء الله يلحقوا حتى راكوب دافريك ويدوها، باسكو لعبهم في مستوى مليح، انا ديما نقول هايل. ان شاء الله يكون فيها خير وجوهل بالماضي، ان شاء الله ربي يقدروا ويعاونوا ثاني وما يديروا لناش كيما لعب اللي فات.